الأنشطة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة وهي أنشطة التوكاتسو اليابانية، ده جزء مكمل للمنهج ومهم جدا، وهو مطبق في اليابان، والهدف منه ان في النهاية يبقى فيه شخصية سوية او شخصية متكاملة. لو انتوا تابعتم السيد الرئيس في مؤتمر شرم الشيخ وفي المؤتمر الاخير مع الشباب، كان بيكلمنا على الشخصية المتكاملة وليس فقط الشخصية اللي هي بنبلى دماغها بالمعلومات والمعارف. الكلام اللي انا بقوله ده والمشروع اللي تم مع الجانب الياباني وتم الاتفاق عليه واللي احنا بدأنا تطبيقه ب 12 مدرسة كتجربة استطلاعية شغالة حاليا، ياريت تبقوا تزوروهم. وفي العام القادم ان شاء الله يبقى فيه 45 مدرسة جديدة بتتبني لأول مرة وتحت مسمى المدارس المصرية اليابانية، وأيضا 55 مدرسة قائمة هيتم التطبيق فيهم، يعني هنطبق السنة الجاية في 100 مدرسة. السنة اللي بعدها يبقى العكس، يبقى عندنا 55 مدرسة جديدة و45 مدرسة من المدارس القائمة، يبقى كده 200 مدرسة. لكن هذا لا يمنع ان احنا نتوسع بالتطبيق في المدارس الاخرى اللي احنا بنبنيها، بس ده هيبقى مرتبط بان احنا يبقى عندنا ستاف تم تدريبه. فينا مع الجانب الياباني بيتدرب لنا 550 مدرس في اليابان، بالإضافة إلى تدريب آخر هيتم داخل مصر.